مكملين حوارنا مع فريق 16 سنة الناشئين بطل منطقة القاهرة بدون ولا هزيمة وبتحول كبير في الأداء خلال سنة ونص بعد دعم كبير من النادي الأهلي ومجلس إدارته أيضا النشاط الرياضي. برحب في البداية بأحد نجوم الفريق ولاعب الفريق بلال سهيب، وبالمناسبة هو الـ MVP للبطولة أو أفضل لاعب في البطولة بلال سهيب. أهلا بيك يا بلال. أهلا بيك. مبروك عشان البطولة ومبروك على كأس الـ MVP يا حبيبي. الله يبارك فيك. برحب بأحد نجوم الفريق أيضا عبد الله هيثم السعيد. أهلا يا عبد الله. إزاي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. مبروك على الكأس ومبروك على الأداء. الله يبارك فيك. هروح لبلال. بلال، يمكن أنت ليك قصة كبيرة شوية. أنت طبعا كنت من ولاد مدينة نصر وباباك لعيب باسكت. صح. وأديت أداء كويس، ولكن أنت كان رغبتك أن أنت تيجي النادي الأهلي. ليه كان رغبتك تيجي النادي الأهلي يا بلال؟ عشان أتطور وأتحسن، يعني كانش في مستقبل كبير ليا يعني في نادي مدينه نصر، مع كل احترامي ليه يعني كده. بس وتمسكت بالحلم ده الجميل ان انت ما يأستش. يعني انت اول سنه جيت اعاره، السنه اللي بعديها جيت اعاره، يعني والسنه اللي السنه دي لحقتها من الاول. الحمد لله. يعني تمسكت بحلمك، ويمكن كمان باباك اتمسك بالحلم ومامتك معاك بالحلم. طبعاً. مبسوط ان حلمك بقى حقيقه؟ طبعا، يعني فرحان طبعا، مبسوط، واول بطوله منطقه وكل حاجه، وكمان انت اول مره العبها كمان، والام في بي كاس الام في بي قدامنا اهو. الله اكبر، احسن لعيب في البطوله. طيب انت كنت متخيل ان انت ممكن في اي لحظه ان احنا يعني في بدايه البطوله ان احنا نقدر نكسب بامانه؟ هو طبعا يعني كنت متخيل ان احنا ممكن نقدر نكسبها، بس طبعا كان لازم يجي بتعب ومجهود، وطبعا تعب كوتش شباب افريقيا معانا والجهاز الفني وكل حاجه. طيب كنت توقعت ان تاخد ام في بي؟ لا، يعني انا ما كنتش بلعب على الام في بي، انا كنت بلعب عشان فوز فعلا. الفريق وكده. فعلا دي حقيقه، انت كنت بتلعب عشان تفيد الفريق، وكانت جت مع عمرك ما فكرت فيها بصراحه. يعني مبسوط طبعا اكيد.